السلام عليكم. هاد الوقفة اللي جات اليوم اللي كتنظم المرصد المغربي لحقوق الإنسان جات على إذن الفساد اللي كيعرفوا مستشفى محمد الخامس، الفساد الزبونية والمحسوبية بناء، جات على كذلك على الناس اللي كيتموتوا هنا بشكل يومي، عيالات كيولدوا قدام السبيطارات، دراري صغار كيموتوا في قسم الولادة، الناس مع الأسف هنايا كل شيء فلوس، كتدخل كيقول لك راه الطبيب ما كيشوف لك في جيبك، ما كيشوفش في المرض ديالك ولا في الضرر ديالك. انا عندي الاخ ديالي ناعس ليا هنايا، مشينا لعند المدير ما بغاش يشوف، مشينا عند منهم ما يشوفك، اللي مشيتي عنده ما كيشوفك، كاين على السكيورتي هو اللي كيقول لك شنو كاين، كيقول لك واش السيد برا ولا ما براش ولا ميت ولا حي، ما عرفناش ما عمل غدوي. وزير الصحه كيكذب منظمات والهيئات الحقوقيه، كيقول لك اودي راه السبيطار راه بخير على خير، العامل ديال البلاد كيعرف هاد الدار ديالو شاد قصر كينعس فيه بالخدم ديالو الحشم ديالو، والناس هنا كتموت مكرفصه، الناس ما عندها حتى باش تشري الدواء، الشمعه ما عندها باش تشريها، الناس كتطف قسم المستعجلات هنايا باش تشري الدواء، كتمشي كيقول لك السكان خاسر، سميتو المو تنسو خاسر، الطبه ما كاينينش، ما كاينش شكون المريض شكون غيديها فيه، شكون غادي يعالجو، الناس كتموت هنايا، لا ناهي ولا المنتهي حتى من الجمعيات ما هي ما كاينينش، برنامج اللي ترشح لي من الناس ما كاين فيهم حتى شي واحد، كيبانوا لك في الانتخابات، الناس كتموت هنا كتفانا ما كنجمعش حتى باش تشري حتى ليبرا، ما بقيتش ليديها فيه. ديالي انا جيت من اكادير. انا جيت من اكادير وجيت على العائله ديالي هنا. وتلاقى كلب مع المراه ديالي مورا المغرب في زنقه. عدها وزاد. واليوم جتها لهنا للسبيطار، قال لي ما كاينش ليباري، سير سويره انت. غنمشي لسويره انا. انا جاي من اكادير ورجع سويره في ندق ليبرا. جيت قالوا لي سير المستعجلات، جيت المستعجلات قالوا لي سير شري ليبرا. مشيت لهاد الفرماسيان يعني قال لي ما كاينش، ما تحتاجش كاع تقلب عليها. طلبت واحد دريها والله يجزيه خير. طلبته قال لي سير هاد الفرماسيان اللي تحتاني. مشيت شريتها ب 630 ريال. هاني يلاه دقيتها للمراه ديالي. وانا جاي من اكادير، المراه والده معايا 10 نفوس. وغادي نخليها هنا جاهله ونمشي هنا. في غادر انا ولد هنا. عاش الملك. والو ما استقبلوني ما داروا معايا شي حاجه. بحال انا جيت بحال انا جيت من. ما استقبلوني ما والو. سادين عليهم وقاعدين راهم غير سادين عليهم. راهم كاينين هذاك ديال السم هذوك اللي كيديروا لي بال. والله ما حالين عليهم. راهم سادين عليهم وقاعدين. كيدوزوها الايام ودوزوا الوقت. عندي عمليه على النبوله. من نهار 22 شهر 9 شهرين هادي دابا انا كنمشي وجع على هاد الناس، وعندي حبوبه خاصها تكرد، الدكتور قال لي خاصها تكرد، ودابا راه شهرين وانا كنمشي ونجي، وهاد الناس راه ما داروا معايا والو. ها انت بناج بناج جيت عندو قال لي عمر هاد الورقه، هاني باقي كندور يا ما قضيت غرض، راه ما كاين لا حق ما كاين اللي يديها فينا، هاد الناس هادو راه ما مسوقين حتى واحد، ما مسوقينش المواطن، انا كنطلبوا في سيدنا الله يجازيه بخير. الله يجعل البركه في سيدنا محمد السادس، هو اللي خصو يدير اعتماد الناس باش العلاج وكل شيء. وهاد الناس هادو مضيعيننا، هاد الناس مضيعيننا، ما دايرين معنا حتى حاجه. انا ما كاين لا عنايه لا والو اخويا، شهرين هادي وانا كنمشي ونجي على هاد الناس هادو، ما كاين كاع اللي يديها فينا، وما عندناش وعندنا الفلوس كودرناها بالفلوس، عندنا الله سبحانه، عندنا الرميد هو اللي عندنا. كاين الرميد اللي عندي واخا معاك وعندي فلوس كودرتها بالفلوس، انا ما عنديش، عندي الله سبحانه. شوف هاد الناس هادو راه ما كاينش يديها فينا اخويا، راه حنا شهرين هادي، والله الا شهرين هادي وانا كنمشي ونجي. هذا عطى الله وهذا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.